عن كل موضوع يمكن هيك تأخر الإنجاب وموضوع العقم مع دكتور محمود أبو الهيجة ومع الأخصائي النفسي وسيم برومي. ومع دكتور محمود زي ما تحدثنا هيك عم تعطينا كتير لمشاهدينا أمل بكل موضوع السابقة العلمية وهي إنتاج الحيوانات المنوية في المختبر عن طريق تربية خلايا جذعية في بيئة خاصة. ومع الأخصائي النفسي وسيم برومي عم نحكي ليلى عن هيك أساليب يمكن التعامل ما بين الزوجين مع نفسا وأيضا مع البيئة المحيطة في حال حدوث تأخر الإنجاب. مضبوط عفاف. دكتور محمود حكينا هيك قبل الفاصل عن أسباب العقم اللي تحديدا السبب الرئيسي وراءه عدم وجود حيوانات منوية بتاتا. حكينا هيك شوي عن الأسباب ورجع عطينا هيك لمحة سريعة عنهم، وبس بدي تعمل معروف هيك تتطرق أكثر للعلاج. قديش يعني هذا الشيء بيعطي أمل نحن بحاجة إننا نسمعه؟ هل في علاج؟ هل في أمل يصير في علاج؟ احكي لنا عن تجربتك في هذا البحث. المشكلة الكبيرة هي الأزوسبيرميا اللا انسدادية اللي هي خلل في الخصية. زي ما حكينا العلاج الموجود اليوم هو إجراء عملية جراحية لاستخراج الحيوانات المنوية من داخل الخصية. اليوم أحد من التوجهات أنه إيجاد بيئة جديدة لتربية الخلايا الخصية في المختبر حتى نحل هاي المشكلة. وما زال البحث جاري، ونتأمل قريب يعني يكون في نتائج جديدة، خاصة أنه في أبحاث كثيرة حول العالم في عندها إنجازات كثير يعني مثيرة للاهتمام. وفي اليوم العلاج الثاني اللي هو أخذ خلايا جذعية من الموجودة في الدم وزرعها في الخصية حتى أنه يزيدوا عدد الخلايا الجذعية الموجودة في الخصية، وهيك يكون في احتمال أكبر انه يكون في انتاج الحيوانات المنويه. برضه موجوده تحت الابحاث، ما في اليوم في تجارب ممكن الواحد يتصل وينضم للتجارب، موجوده اكثرها في الولايات المتحده واوروبا، ممكن يتصل وينضم للتجربه. حضرتك كنت في احداها بالولايات المتحده مزبوط؟ طبعا. احكي لنا شويه تفاصيل حول الموضوع. انا البحث اللي عملته في الولايات المتحده بيختلف شوي صغيره. احنا حاولنا، كنت في مستشفى للسرطان، فالشخص اللي عنده مثلا مرض سرطان بياخذ عاده ادويه كيميائيه او اشعه، وكنا حكينا قبل الفاصل انه هي بتاثر بشكل مباشر. الغريب انه في اشخاص انه بعديه سنه سنتين بترجع عمليه انتاج الحيوانات المنويه بتكون طبيعي، وفي ناس بيصير عندهم أزوسبيرميا ما بيرجع الخلايا. فكان يعني بدنا نعرف شو السبب اللي بخلي الخلايا الجذعيه ما تنقسم من جديد. فخلاصه الحديث في الابحاث اللي اجريناها لقينا انه هرمون التستوستيرون الهرمون الذكري هو السبب الرئيسي بايقاف الخلايا الجذعيه عن الانقسام. يعني وإشي غريب لانه الكل بيعرف انه التستوستيرون الهرمون الذكري هو مهم جدا لانتاج الحيوانات المنويه والخصوبه عند الرجل، ولكن اذا بناخذ مثلا طفل لما بيخلق عنده موجود كميه معينه من الخلايا الجذعيه، هاي الخلايا بتنقسم وبتتكاثر لحد جيل معين بس ما بتتحول لخلايا منويه. لما بيصل سن البلوغ التستوستيرون بيرتفع كثير، فهاي الخلايا بتبلش تتحول لحيوانات منوية. فمن هون احنا بنفهم انه التستوستيرون هو مهم جدا في المراحل الأخيرة من انتاج الحيوانات المنوية، بينما بالمراحل الأولى هو مش مهم. فعلى هذا الأساس وعلى هاي النظريات أجرينا عدة تجارب على الفئران، فقمنا بخفض نسبة التستوستيرون بالفئران لمدة شهرين. وإذا في إمكانية نحط الصورة حاليا رح نعرضها خلال حديثنا. فبنشوف في احد الصور في الانبوب خالي ما فيه خلايا ابدا، فيه فقط خلايا مساعده وفي خليه جذعيه واحده. بينما بعد ما تلقى العلاج لمده شهرين بنشوف انه الانبوب نفس الانبوب مليء بالخلايا الجذعيه اللي انقسمت وتحولت الى خلايا اخرى. بعد ايقاف العلاج طبعا ورجاع التستوستيرون للمستوى الطبيعي، هاي الخلايا بتتحول لخلايا جذعيه. وبناء على هاي الأبحاث على اللي عملناها بعد ما انتهيت من العمل في الولايات المتحدة، قمت بإنتاج علاج جديد اسمه سبيرم هوب. العلاج بيشتغل على نفس الفكرة وعلى نفس المبدأ، ويقوم العلاج بخفض نسبة التستوستيرون في الجسم لمدة 3 أشهر بصورة تدريجية، وفي 3 أشهر الأخيرة يقوم بإعادة نسبة التستوستيرون إلى النسبة الطبيعية. العلاج مكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى زي ما حكيت تقوم بخفض نسبة التستوستيرون والخلايا الجذعية تقوم بالانقسام. المرحلة الثانية لمدة 2 شهر تحتوي على نفس المواد ولكن مع إضافات اللي بتدفع هاي الخلايا برضو إلى إنها تتصنف ما تظلها خلايا جذعية.
وإذا نجحت المرحلة الأولى والثانية في المرحلة الثالثة اللي هي بتحفز الخلايا اللي انقسمت إنها تتحول إلى خلايا. محمود لحتى الوقت ما يداهمنا سؤالي من أكثر من شق، بداية هل بتآمنوا بكل موضوع المعدة بيت الداء وبطب الأعشاب، في علاقة للطب هيك الطبيعي في أبحاثكم؟ طبعا، فعلاج سبيرم هوب أصلا هو مركب من مكونات طبيعية بسبب إنه ما في مضاعفات. ممتاز. من الأدوية الطبيعية. دكتور، احنا رح نعرض على الشاشة بعض الصور لحضرتك، حبيت انك تعلق عليهن. بداية يمكن بدنا نحكي كمان لحتى ننتقل لوسيم ويكون هيك كمان تلخيص لكل موضوع الجانب النفسي عن الرسائل اللي بتوصلك، ولكن تشرح لنا بداية عن هالصورة اللي عم نشوفها اللي كانت الخلايا قبل العلاج بعد العلاج. طبعا تم البحث، هاي الصورة في الصورة اللي على الشمال قبل العلاج بنشوف انه الانبوب فارغ ما فيه خلايا، بس في خلية جذعية واحدة، وبعد العلاج بنشوف انه امتلى في الخلايا. تم تجربة العلاج على 100 شخص، هذا اللي كنا بدنا نحكي يعني لنبعث هيك الامل في نفوس مشاهدينا. تم تطبيقه على 100 شخص، على 100 شخص في البداية من حول العالم، يعني من كل العالم. في 22% من الأشخاص صار في عندهم إنتاج حيوانات منوية في السائل. إحنا بنحكي على أعداد قليلة، يعني على عشرات وألاف، بس هاي الأرقام كافية إنها يجروا إخصاب خارجي وصار في حمل وولادة. 30% من الحالات ما كان عندهم إنتاج في السائل، ولكن كان في عندهم إنتاج في داخل الخصية، فبعدين ما عملوا المسح المجهري أخرجوا الحيوانات المنوية وعملوا إخصاب خارجي. يعني هذول الناس كانوا عاملين عمليات قبل وفشلت، و 48% ما نجحت، يعني لا في السائل ولا في الخصية. وبنعرف انه اغلب الحالات سببها هي عوامل وراثيه جدا صعب اللي صعب اصلاحها، ولكن يعني ايضا نسبه مشرفه. نرجع نذكر نسبه النجاح قديش كانت؟ ال 22%، وبعد العمليه اللي اجروا عمليه 30%، نسبة جدا عاليه. نعم ليلى، لا تكملي مع الاخصائي وسيم، ولكن بدايه مهم نحكي على الرسائل اللي وصلته، بدنا نحكي على كل تقبل المجتمع يمكن وردود الفعل. يعني انا للاسف معي صور بس ما بقدر افرجيها لانه الاشخاص بيطلبوا اني ما افرجيها، حتى الايميلات بيطلبوا اني امحى الاسم. فانت بنشوف رسائل وصلتني باللغه العربيه، يعني هي من الجزائر، واللي يعني بشكره بانه صار في عندهم بيمتنوا وبشوف انه صار قبل العمليه تحقق. اكيد دكتور طبعا، وهي رساله وصلتنا من الاردن. صار في عنده حيوانات منويه وقاموا باجراء خصاب خارجي ومرته حامل، في حكى انه مرته حامل. فانا جدا سعيد يعني بالرسائل اللي بتصل. اكيد اكيد.